للوهلة الأولى قد يشعر بعض المشاهدين بالاشمئزاز لرؤية هذه الجرادات، لكن في واقع الحال فوائدها كثيرة، حيث تبلغ نسبة البروتين فيها حوالي 70%، كما أن تربيتها لا تضر بالطبيعة كتربية سائر الحيوانات، وهو ما حولها إلى صناعة غذائية. الجراد حل ممتاز لتوفير الغذاء، حيث أنه المصدر الغذائي الأكثر جودة الذي يمكن للطبيعة أن تنتجه، فيمكن استخراج بروتين بنسبة 70% من وزنه. وهذه الحشرات صديقة للبيئة، وهي تقلل إطلاق الغازات التي تؤدي إلى احترار الكرة الأرضية. طعمها ليس قويا، ولذا يمكن أن يتم إضافتها لأنواع الطعام المختلفة، وذلك بالإضافة إلى أنها حشرات حلال. درور أقام شركة حرجول الأولى في البلاد التي تقوم بتربية الجراد في هذه المزرعة، والتي يمكنها أن تنتج 20 طنا سنويا، ويقوم بتصدير منتجاته إلى الولايات المتحدة، ويسعى إلى تطوير هذه المبادرة مع دول مجاورة. يوجد لدينا اتصالات مع الأردن، ونحن نحاول التطوير سويا، وكذلك مع دول الخليج، ونحن نحاول دفع هذه النشاطات وإدخال شركاء إضافيين من أجل إقامة مزارع أخرى كي نوفر للجمهور هذا المنتج الخاص. وتتم تربية الجراد في هذه الأقفاص المخصصة لكل جيل منها، وحسب مواصفات إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA، ويتم إطعام هذه الحشرات بالعشب الأخضر إلى أن تبلغ، ومن ثم يبدأ بيعها مجففة أو على شكل مسحوق يمكن إدخاله في أطعمة معينة. هذه مزرعة الجراد التي يمكنها أن تنتج هذه الحشرات على مدار السنة من أجل إطعام البشر، وكما يقول صاحبها فهي تنتج حوالي 20 طنا سنويا، ويتم تصديرها أيضا إلى خارج البلاد. يحيى قاسم، الحرة، من هضبة الجولان.